بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى أو سنواصل الحديث عن السلسلة الوظيفية في ميدان الطاقة للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، بعدما رأينا في الحصة الماضية أو الحلقة الماضية كيف يتم توهيج مصباح بالماء. ففي هذه الحلقة بإذن الله سنعالج الوضعية الثانية، كيف يمكننا أن نوهج مصباحا انطلاقا من سقوط جسم. إذن كيف يتم توهيج مصباح انطلاقا من سقوط جسم؟ إذن فلا شك كذلك هنا أن توهيج المصباح سيتم بطريقة غير مباشرة، بمعنى أنه أعطي لنا الجملة الميكانيكية الابتدائية وأعطيت لنا الجملة النهائية. الجملة النهائية هي المصباح، نريد أن نوهجه انطلاقا من الجملة الابتدائية وهي الجسم، إذن من سقوط الجسم. فينبغي علينا أن نتعرف على هذه التركيبة الوظيفية مما هي مكونة. ففيها نحتاج إلى جسم كما تلاحظون في الصورة. هذا الجسم نربطه بخيط، الخيط يلف على محز بكرة، هذا البكرة متصلة ببكرة أخرى أكبر منها، البكرة الكبرى مزودة بسير يوصلها ببكرة الدينامو، ثم الدينامو أسلاك توصيل إلى المصباح. إذن فيصير لدينا الجملة أو مكونات الجملة، مكونات التركيبة الوظيفية هي الجملة التالية: جسم، بكرة، ودينامو، ومصباح. إذن نتعرف على مكونات الجملة، مكونات التركيبة معذرة كما ذكرنا. إذن فالجمل الميكانيكية التي تتكون منها هي الجسم، هذا هو الملون باللون الأسود، اثنين البكرة، وثلاثة الدينامو كما نلاحظ، ورابعا المصباح. هنا لدينا صمامين ضوئيين. إذن فعندما نترك الجسم حرا فإن فعل حالته يتمثل في السقوط، أي أن الجسم سيسقط أو ينزل أو يهوي إلى آخره. إذن يسقط الجسم، فلما يسقط الجسم يقدم خدمة للبكرة، يعني يقوم بتدوير البكرة. إذن فوظيفته أنه يدير البكرة، تدور البكرة، إذن فعل الحالة أن البكرة تدور. عندما تدور تقدم خدمة للدينامو، تدير الدينامو، الدينامو يدور فإنه يغذي المصباح، المصباح يتوهج فإنه ينير المكان. إذن ننتقل إلى ترجمة هذا الجدول في مخطط. إذن ثانيا إنشاء مخطط السلسلة الوظيفية. إذا نبدأ بالجملة الأولى، هي الجسم، هذا الجسم يؤثر في الدينامو في البكرة، البكرة تؤثر في الدينامو، والدينامو يؤثر في المصباح. إذا نذكر الآن أفعال الأداء وأفعال الحالة. الجسم يسقط، هذا فعل الحالة، عندما يسقط فإنه يدير البكرة، تدور البكرة فإنها تدير الدينامو، عندما يدور الدينامو فإنه يغذي المصباح، المصباح يتوهج فينير المكان. ماذا أردنا من هذا التطبيق الثاني؟ أولا الإطمئنان على الموارد المعرفية التي تلقيناها الحلقة الماضية المتمثلة في كيفية توهيج مصباح بالماء. الأمر الآخر، أردنا أن نتعرف على القواعد المتبعة في إنشاء مخطط السلسلة الوظيفية. إذا لنستخلص هذه القواعد وهذه المصطلحات، فلدينا السلسلة الوظيفية، تمثل السلسلة الوظيفية بمخطط تستعمل فيه رموز خاصة. أول هذه الرموز هو استعمال فقاعات بيضاوية الشكل.
هذه الفقاعة يسجل داخلها اسم الجملة المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي. أن هذه الفقاعة البيضاوية الشكل يسجل داخلها اسم الجملة المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي. شريطة أن نراعي ترتيب الجمل أثناء تسجيلها داخل الفقاعات، أي نبدأ بالجملة الأولى في الوظيف في التركيبة الوظيفية ونرتبها حسب تأثيرها في بعضها البعض. العنصر الثاني أو القاعدة الثانية تتمثل في استعمال الأسهم، حيث كل سهم يربط بين فقاعتين متتاليتين ويكون متجها من الجملة المؤثرة إلى الجملة المتأثرة، من الجملة الأولى إلى الثانية. إذن ينطلق السهم من الفقاعة السابقة إلى الفقاعة اللاحقة، وهو يعبر عن تأثير الجملة السابقة في الجملة اللاحقة. ثالثا، استعمال أفعال الحالة، وأفعال الحالة بما أنها تتعلق بالجمل فإنها تكتب تحتها، إذن فهي أفعال مضارعة تدل على حالة الجملة أو هيئتها، مثل جسم يدور، دينامو يدور، بكرة تدور، ماء يسقط إلى آخره. ثم استعمال أفعال الأداء أو أفعال الوظيفة، وهي أفعال مضارعة كذلك تدل على وظيفة الجملة أو تأثيرها على جملة أخرى، فمثلا الماء يدير العنف. إذن وبالتالي فهذا الفعل يكتب بين الجملتين. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.